أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قد تكون أنت مصدر الخبر وقد تكون أنت المعني به. أخبار الناس برنامج نهتم فيه بأخبارك في محافظتك ومدينتك وقريتك في حيك وشارعك في كل مكان في مصر. هذا البرنامج نتلقى فيه مكالماتك ومشاركاتك ونافذة لك، لكن على عكس ما نقدمه في باقي نوافذنا هي أخبار مع وقف التنفيذ حتى نستوثق منها. ننصت إليك ونرجو أن تتحرى الدقة قدر الإمكان في أخبارك. نتلقى اتصالاتكم مشاهدينا الكرام على الأرقام الموضحة على الشاشة، كما يمكنكم مراسلتنا على ميل البرنامج peoplenews@aljazeera.net وكذلك عبر حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عبر هاشتاج أخبار الناس. تواصل معنا مجموعة من أهل قرية بلنا أو عفوا مشاهدينا الكرام، يبدو أن هناك خطأ ما، لكن على كل حال نبدأ الآن مشاهدينا الكرام في استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام الموضحة على الشاشة أمامكم الآن، كما يمكنكم أيضا إرسال شكاويكم أو شكاواكم على ميل البرنامج. نبدأ ببعض الأخبار المحلية. في محافظة القليوبية تحولت شوارع مدينة الخصوص لمقالب قمامة ومرتع للكلاب الضالة، ما تسبب في انتشار العديد من الأمراض بين التلاميذ وأهالي المنطقة، حيث إصابة العديد منهم في الفترة الأخيرة بأمراض صدرية نتيجة انتشار القمامة في العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية. تنتشر تلال القمامة في العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية بالمنطقة، ومنها منطقة عزبة عبيدو والتي تنتشر بها القمامة، وطالب الأهالي محافظ القليوبية بإيجاد ورئيس مدينة الخصوص واللواء مصطفى الشفعي رئيس هيئة النظافة بالقليوبية بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة برفع القمامة حفاظا على صحتهم وأبنائهم من الأمراض الخطيرة. معنا اتصال من مرسي من الشرقية، تفضل مرسي من الشرقية. سهير من المنصورة، أستاذ سهير. ايوه اتفضل يا فندم. انا بصراحه بكلمكم علشان خاطر السيسي من خلالكم، عشان بصراحه ربنا هم بيذاكروا في القناه بتاعتكم، فانا عايزه اقول له اتقي الله في الشعب المصري شويه. اديك شفت النخبه والممثلين والمذيعات اللي انت مشيت وراهم غرقوك، لو انت مش شايف ان الناس كرهاك فيا ريت تبص تاني تاخد بالك من الناس شويه. انت اعتقلت الناس كتير، قتلت ناس كتير، ظلمت ناس كتير، هما مش نافعينك، المذيعات والمذيعين دول مش هينفعوك. هقول له مش عايزك تبقى زي القذافي في النهايه الناس بتذبحها. طيب. كفايه ان انت عرفت ان الناس مش عايزاك. وبعدين انت عليك ربنا بقى، احنا مش قادرين عليك، ربنا اللي عليك بقى. فاتقي الله شويه، اتقي الله في الناس، انت مش جاي تنتقم منهم. ان كنت تقدر تعمل لنا حاجه وتغير، تطلع الناس اللي انت اعتقلتهم دول من غير ذنب، هقول ايه؟ هقول هترجع اللي موتهم؟ مش هترجعه، بس حاول بقى تعوض الناس اللي انت ظلمتهم. وما عدتش كفايه ظلم، كفايه ظلم بقى. احنا مش هنقول لك اكتر من ان احنا مش عايزين، بس انت بما انك كبست على نفسنا فاتقي الله فينا شويه. شكرا. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذه سهير. معي استاذ كريم العياط، كريم من العياط، تفضل. انت مدخلني في خط تاني يعني. اتفضل استاذ كريم. ماشي يا فندم. اتفضل يا فندم، لو عندك شكوى اتفضل اطرحها. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم حضرتك دلوقتي، انا امبارح الشرطه والداخليه والبلطجيه جم ضربوا علينا نار وفرقونا، ومع كان معاهم قوات جيش. يا فندم حضرتك دلوقتي. الو. ايوه معاك اتفضل. استاذ كريم يا ريت بس تسمعني من التليفون بس وتوطي التلفزيون تماما عشان خاطر نقدر نكمل المكالمه معاك. ماشي يا فندم. وحضرتك يا فندم جم ضرب علينا نار وكان معاهم ناس من الداخليه، كان معاهم سينب وكده. طب استاذ كريم يا فندم دلوقتي بقول لك انا، حضرتك جم فرقونا وضرب علينا خرطوش وغاز وطلقات حيه، وفي اكتر من 15 نفر اتمسكوا وضربوا ناس في صدرهم بالرصاص. طيب ده كان في واقعه ايه بالظبط؟ ايه سبب ده يعني؟ ايه سبب تعدي قوات الامن عليكم؟ هل كنتوا في مظاهره ولا كان في ايه بالظبط؟ احنا امبارح ماشيين في المسيره في الميين. مفيش اي حاجه، بنبص لقينا الداخليه جاي من ورانا والجيش جاي من عند قريه
للأسف الشديد فقدنا الاتصال. حسن من سوهاج تفضل. أستاذ حسن فقدنا الاتصال أيضا. طيب مشاهدينا الكرام، تعاني العديد من القرى المصرية من شبح الفقر الذي أصبح مطاردا لهم دون وجود من يتصدى له ويحاربه، فتكون نتيجته إما التشرد في الشوارع دون مأوى، وإما تكدس الأسر فوق بعضهم البعض في مساكن بعيدة تماما عن الأدمية، حيث يعانون فيها من نقص الخدمات من مياه شرب نظيفة وصرف صحي. إليكم مشاهدينا بعض الصور التي أرسلها لنا أهالي قرية سرسليان بمحافظة المنوفية. قاعدين في اوضه وصاله وقاعدين كلنا مع بعضنا، انا ارمله وجوزي متوفي، وطبعا ما فيش ظروف للمعيشه خالص، ما فيش اي معاش، ما فيش اي حاجه ان انا اصرف منها. اتجهت للبنك دلوقتي، والبنك بتاع يلا عمري اسكندريه شاكين دلوقتي وعليا له قضيه بسبب 1500، ودلوقتي دي ظروفي مش قادره اعمل فيها اي حاجه. جريت كتير على معاش انا ما ينفعش، لان جوزي كان شغال 4 سنين متامن عليه. اول ما مات في 99، اول ما مات جريت فعلا ان اخد معاش، اقول مش هينفع معاش. التامينات ادتني 200 جنيه شيك مكافاه لله وخلاص. في اوضه وصاله واحنا اسرتين ومفيش مكان للنوم، واوضه واحده اللي بننام فيها والصاله فيها الحاجه بتاعتنا، مش لاقي حته نقعد فيها، وطبعا كل حاجه في الصاله، والاسرتين بيناموا في اوضه واحده. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام لاستقبال اتصالاتكم الهاتفية. هاني من القاهرة تفضل. أستاذ هاني ازيك يا أستاذ محمد؟ يا أهلا وسهلا. بالنسبة لأخبار الناس، احنا دلوقتي بالنسبة في محافظة المنصورة في أجا أطفال عندهم فشل كلوي وحاجات كتير يعني في البلد. يا أستاذ محمد احنا هنتكلم في إيه ولا في إيه ولا في إيه؟ ها يعني خلاص بقى نستحمل ويا في ربنا بقى. وشكرا، السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ هاني، شكرا عليك. شكرا جزيلا لاتصالك. لازلنا مشاهدينا الكرام في انتظار استقبال اتصالاتكم الهاتفيه على الارقام الموضحه امامكم على الشاشه. في بعض الاخبار التي لدينا، اكدت وزاره الصحه والسكان مساء الجمعه ان عدد الحالات التي تاكد اصابتها بمرض الملاريا بلغ 11 حالة وجميعها حالات مستقرة، ويتم تلقيها العلاج اللازم بمستشفى حميات إدفو بمحافظة أسوان، ومتوقع خروجها بدءا من غد وخلال الأسبوع القادم. وقد قامت وزارة الصحة والسكان بإرسال فريق وقائي لمعاونة الفريق الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، كما تقوم بإجراءات التقصي الوبائي لسكان قرية العدوى التي ظهرت بها الحالات المصابة، حيث يتم مناظرتهم وأخذ عينات دم منهم لفحصها. تم حتى الآن مناظرة وفحص 561 شخصا من القرية كإجراء وقائي، ويقوم أيضا الفريق الوقائي باتخاذ إجراءات جمع البعوض وتصنيفه وفحصه، هذا بالإضافة إلى رش أماكن تواجد اليرقات ورش البعوض في القرية، وجاري متابعة الموقف الوبائي. ننتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى بث حي لمتابعة المؤتمر، مؤتمر رابطة أسر المعتقلين بمحافظة المنوفية، ثم نعود مرة أخرى لنستكمل البرنامج إذا